استاذ لا سمحتي بطاقه تعريفيه. ملك غفران مستشاره في النوع الاجتماعي بالنسبه لبرنامج الحكمه المحليه اللي هو ممول من الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه وينفذ في اطار شراكه مع المديريه العامه للجامعات المحليه. فتواجد ديالنا هذا النهار في فاس هو لقاء للاعلان عن الشبكه الجهويه بالنسبه لجهه فاس كولمان وكذلك العمل مع النساء المنتخبات على صياغه او مناقشه العناصر الاساسيه لخطه عمل. وهذه خطه عمل كانت ستخص مشاركه ادماج النساء ومشاركتهم الفعاله في الانتخابات المقبله المقرره في 2015. الدور ديال المؤسسه ديالكم في تاهيل النساء برنامج الحكمه خذوا بعين الاعتبار ان خدم مع النساء وعمل واحد العدد من الانشطه تدخل في اطار دعم خاص للنساء المنتخبات منذ 2010. ناخذوا بعين الاعتبار ان المغرب عمل واحد القفزه في 2009 وكان عنده واحد التمثيليه ديال 12.26 من النساء المنتخبات في الجامعات المحليه، وتبين لبرنامج يتعلق بالحكمه المحليه ان النوع الاجتماعي مقاربه النوع الاجتماعي هي مقاربه مهمه لتحقيق حكمة جيدة مبنية على المناصفة. ومن هذا الباب أو المنظور برنامج الحكمة المحلية أخذ بعين الاعتبار محور اللي استهدف النساء المنتخبات من إطار خطة تكوينية وتدريبية لرفع من قيادة النساء داخل الجامعات المحلية. في إطار هذا البرنامج قمنا بعدة أنشطة، تكاوين إلى غير ذلك، لقاءات إلى غير ذلك. وخذوا معنا الاعتبار أن البرنامج ما عندوش تدخلات في عدة جهات، إنما فقط في جهتين ثلاثة، اليوم أربعة، منهم جهة فاس كولمان، جهة وكالة عبدة، الرباط سلا زمور زعيق، وكذلك أخيرا من طلب من السيدة الوالية جهة غرب شراردة بني حسن. إذا في هذا الإطار وفي هذه العمليات لرفع من مشاركة النساء تبين بأن تطورت العلاقات التواصلية بين النساء، نعم، وأدت بهم إلى التفكير فيما يخص قضية التشبيك، لأن نظرياً ودولياً النساء لتحسين وضعية النساء، وهذا سيتعمل به حتى الرجال، أن التنظيمات المهيكلة تؤدي إلى أحسن أداء، إلى مردودية أحسن جميع الميادين. إذن لتحسين مردودية النساء، لتحسين مشاركتهم الفعالة، لتحسين تمثيليتهم في الممارسة السياسية، تبين وتوضح للنساء بمواكبة البرنامج أن قضية التشبيك مهمة. وكانوا تفكيرات، والفضل سيرجع للنساء المنتخبات، لأن كل المنهجية والأدوات اللي خدمنا بها في إطار برنامج الحكمة وفي إطار الأنشطة مع النساء فهي بنيت في إطار نقاشات إلى غير ذلك، وبفضل جهد ومواكبة النساء نفسهم، نعم. وإذا التشبيك تبين بأن مهم، وتفكيرات تبينوا بأن بنينا واحد الهرم، واحد الهيكلة تبين بأن التشبيك على المستوى الإقليمي فهو فيما يخص التغطية المجالية الجهوية قبل الانتقال إلى الجهوي فهو مهم، لأن سادون ديزاسيس كوموندي، ولأن المجال الجهوي هو مجال واسع، وتبين بأن لابد من تشبيك إقليمي للارتفاع إلى المستوى
جهوي. إذا مرينا من هذه المراحل لا في الجهة ديالكم لا في جهات أخرى، وكان تشبيك إقليمي وعطى نتائج، ودخلوا النساء المنتخبات في إطار شبكتهم من الجهة الإقليمية في تنفيذ مشاريع، حصلوا على تمويلات حتى ولو كانت صغرى، حقوا واحد الأنشطة على المستوى الإقليمي تحسيسية إلى غير ذلك. وهنا تبين بأن القيادة ديال النساء تمكنت من الإبراز، وما كناش في إطار البرنامج الحكمة في تكوين فقط، إنما في تكوين كما نقول براتيك دي فورماسيون براتيك، إذا تكوين تطبيقية. أن من تكوين خداو النساء المصير ديالهم ولاو تيعملوا في إطار شبكة إقليمية اللي أعطتهم واحد الإبراز أكثر. هذه من جهة، في إطار لأن الفترة قليلة اللي دخلنا فيها، وخا كانوا التفكيرات دائما كانت تفكيرات لا في الجهوي ولا في الوطني، إنما ناخذوا بعين الاعتبار أن مثلا فاس بولمان دخلنا في مبادرة إنشاء الشبكة الجهوية فقط 7 مارس في إطار ندوة جهوية اللي حققناها في إطار تشاركي مع الولاية مع المديرية إلى غير ذلك، وخرجوا النساء بواحد تنسيقية اللي كانت فيها واحد تمثيلية ديال الأقاليم إلى غير ذلك. فيما بعد دخلوا في فترة تحضيرية ونظموا واحد الجمع عام لتأسيس منتدى باسم ديال الشبكة الجهوية، هو منتدى النساء المنتخبات بجهة فاس بولمان. من بعد هذا الجمع العام تبين بأن كان هناك تداولات ما بين الأقاليم وما بين النساء المنتخبات، وكانوا في واحد الديناميكية اللي كتبين بأنهم عندنا واحد المؤشر إيجابي أن النساء ليس في عزلة، إنما هما في لقاءات في عبر الهاتف إلى غير ذلك، لأن كانوا تعبروا على بعض الملاحظات فيما يخص تشكيلة ليس تشكيلة الشبكة الجهوية إنما تشكيلة المكتب التنفيذي. نعم، وراه يمكن حضرتوا معنا اليوم وتبين لكم بأن النقاش الحاد اللي كانوا فيه النساء تعبر أولا وقبل كل شيء على الاهتمام ديالهم فيما يخص تنظيمات النساء عبر الشبكات ورفع الشبكات الإقليمية إلى مستوى جهوي. ونساء المغربيات عبروا منذ زمان على كفاءات ديالهم في جميع الميادين، في جميع الميادين. اللي حصل هو أننا اليوم أن النساء عندهم واحد الحضور قوي في جميع الميادين، ولكن ليس لهم حضور مميز فيما يخص أخذ القرار. نعم، وهذا في جميع الميادين، ولكن هذا الموقف هو حساس فيما يخص الميدان السياسي. لابد إذا أردنا أن نصل المغرب إلى تنمية مستدامة ومناصفة من تحسين أداء النساء داخل الميدان السياسي وداخل جميع الهيئات المنتخبة على جميع المستويات. نعم، هذا رهان اليوم، هذا رهان لأن احنا قابلين على انتخابات 2015، ولكن الرهان اللي هو مبني على أسس، مبني على دستور جديد ينص على المناصفة بين النساء والرجال، وينص على عدم التمييز كيفما كان شكله، حتى التمييز حسب الجنس. نعم، من الدباجة ديال الدستور خصنا ناخذوها، ما كنقولوهاش دائما، ما كناخذوهاش بعين الاعتبار، اننا غالبا تنتكلموا على الفصل 19، ولكن من الدباجة ديال الدستور يلوح على المساواة وعدم التمييز. نعم، اذا تكافؤ الفرص
وتحقيق المساواة يجب حسب النوع الاجتماعي اللي هو اليوم صباح ميدان أكاديمي قائم نعم يدرس في الجامعات عالميا ويدرس كذلك في الجامعات المغربية اليوم نعم حسب النوع الاجتماعي هناك أدوات لتقويم الوضعيات التي تشير إلى عدم المساواة وغالبا يجب ما نسميه متر دي لونيت جور أننا خصنا نلبسوا نظارات نوعية باش يبانوا لنا كما الأماكن اللي سيكون فيها التمييز وعدم المساواة وتقويمها من خلال أدوات ميكانيزمات إجراءات فيما يخص تحسين التمثيلية وتحقيق المناصفة من هنا 2015 في الانتخابات المقبلة يجب اعتماد ما نسميه الإجراءات الإيجابية ce qu'on appelle les mesures affirmatives positives. اليوم هذه الإجراءات تبقى ممر إجباري. بدون هذه الإجراءات لا يمكن للمغرب أن يحقق أو ينخرط في بناء هذه المناصفة التي ينص عليها الدستور. إذن اعتماد إجراءات إيجابية تقنين هذه الإجراءات سيساعد المغرب على حصول تمثيلية فاعلة وتتجاوب مع دستور الذي سلط عليه المجتمع المغربي في 2011 والذي يؤكد على المناصفة و المساواة بين الرجال والنساء. كلمة أخيرة. كلمة أخيرة هو أن برنامج الحكمة المحلية هو في الشهور الأخيرة قبل نهايته. نقدر نأكد بأن فعلًا هو برنامج تتنفذ في إطار واحد الشراكة مع المديرية العامة. للجماعات المحلية ولكن خذوا بعين الاعتبار أن هذه منظمة الأمريكية للتنمية الدولية والمديرية كان لهم اهتمام بالنساء المنتخبات ودائما كانوا تأيدوا هذه النتائج يحصل عليها البرنامج فيما يخص تقوية قدرات النساء تشبيك النساء إلى غير ذلك وتنتمنى أن هذه الحصيلة هذه تكون عندها واحد تأثير على مؤشر وطني ألا وهو تحسين تمثيلية في أفاق 2015 وتنتمنى أننا نفوتوا ونوصلوا في إطار بناء المناصفة واحد نسبة أكثر من 33% فيما يخص تمثيل النساء داخل جميع الهيئات المنتخبة كانت محلية إقليمية جهوية أو غيرها وشكرا.